وايه الاولى؟ عم يلعبوا بالغرفه. حطينا خلينا نشوف اخبار. تبي كده مع عيونك. تفضل حبيبي. مو اساس اليوم تسلم المقال تاخرتها؟ ايه هلا بكتبه هلا شوي تاني. شبك؟ شو صاير معك؟ ما في شيء، ارهاق شوي. ارهاق شوي؟ لا بلا صاير معك شيء. شو؟ ميس مو صاير معي شيء. ارهاق بس. بلا، صاير معك شيء وما بدك تخبرني اياه، وانا حبيبتك. طيب، معلش اطلب منك طلب. شو؟ تاخذنا مشوار انا والولاد وهلا. ما خرج تعبان انا. حباب حباب، الله يوفقك. ما خرج ميس تعبان. لا خرج لاني انا اصلا وعدت الاولاد انك هلا تاخذنا مشوار وتشتري لنا بوزه ومشان نشتري بواط كمان للاولاد. كرمالي. طيب كرمال الاولاد. قومي جهزي حالك وجهزي. دخيل قلبك شو حبك انا. يلا يلا بسرعه. شافري بدي افوت اشرب شيء. يلا طيب زي ما انت عاوزه فوت. تفضلي. اهلا وسهلا. تفضلي. شكرا. شو انا بدي؟ انا ناس فريش. الله يخليك. برتقان وعلى السريع. سلموا. يا ويلي يا سلمى شو حلوه الفتله بالشمس. اللي زمان ما تفتلي. ليش دخلك بمصر ما كنت تتفتلي يعني؟ لكن بلا بس بمصر اذا كان بدي غرضين اعرف من وين جيبهم، احمل حالي روح وجيبهم، اما هون هيك غير تفتلي تشمي هوا الشام، والله فلقت. انا عجد مستغربه بهي القصه، يعني كل الناس بتحسد اللي بيطلع برات البلد، واللي برا البلد بيقعدوا بتشهون لي على نسمه هوا، ما عم بفهم بدي افهم. ليكي هلا السفر برا البلد حلو، بس شغله اسبوع اسبوعين شهر تعملي سياحه تغيري جو، اما تعيشي هنيك ما بتقدري، قد ما كان البلد اللي عايشه فيه حضاري وحلو. بتضلك عم تحني لبلدك لأهلك وناسك، ما فيكي تنسلخي عنهم. بيداء الإنسان بطبيعته بيتكيف، يعني لما تعودي على نمط حياة معين لو كنتي ببلدك وبيئتك بتفقدي له. أنا مالي معك بهذا الحكي. يا أهلين. شكراً. سلام. سلوى حبيبتي، قد ما كنتي عايشة بالغربة وقد ما طولتي بتضل العادات اللي أنت اكتسبتيها ببلدك أنت وصغيري هي الأساس. لك صدقيني كلامي صحيح. انت وقت اللي بتسمعي عن الحدث عن قرب غير وقت اللي بتكوني عم تشوفيه على التلفزيون. هلا هيك انت عم تعيشي الحاله. يا سنوقه انا ماني معك بهذا الحكي. انا لما اللي كنت بمصر كنت اسمع خبر اتخيل الناس اللي بحبهم اللي راحوا، اسمع قذيفه نزلت فكر باهلي برفقاتي بالجامعه بكل انسان عرفته هون بقلب البلد. التهويل الاعلامي اللي عم يصير عم يخليك تحسي انه البلد راحت، اما هون لما اللي صرت نام وفيق اعرف انه العالم عم تروح على شغله عادي، طلاب عم تطلع وتروح على مدارسها عادي، لساتنا عايشين، لسه البلد عايشة. عم تفهميني؟ اي والله. الخطر مو على شخص بعينه ولا على اهلك واهلي. الخطر على البلد بحاله والوجع على البلد بحاله. معك حق. بتعرفي ولك بيضاء؟ لهيك بتمناك تتجوزي بمصر وتبعدي عن هالجو كله. يعني على اساس العيشة بمصر آمنة؟ طلعي حواليكي الارهاب معبي الدنيا كلها. ايه بس مو مثل عمي. حبيبتي أنا ما رح أتجوز غير بقلب البلد. أس شو بكي بيضاء؟ طلعي وراكي. شو حبيبي؟ يلا 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 لنشتري بوزة. طبعا طبعا. ايه ما عرفتهم. مين هدول؟
شبكي فهميني مين هدول؟ شو صار لك فهميني بس حاكيني بيداء كلمتين؟ بيداء؟ بيدا ما بتقولي شفتي بالمول حتى طلعتي بهالطريقة؟ شفته يا سناء، شفته هو ومرته وولاده. مين هو؟ صغار وحلوين عم يفسحوا. مرته حلوة بيقول لي بيحبني. بس فاهمين يعني مين عم تحكي؟ ولاده شو ذنبهم؟ شو ذنبهم؟ إيه لا بقى اصحي وفاهمين يعني مين عم تحكي. وائل. وائل فرجوا بابا شو اشتريته برات. ارجي ارجي البوت. هاتوا لنشوف. فرجيني. حتى يعني حلو؟ اوه بجنن. بابا حلو ذوقي. وانت ذوقك بجنن. يلا ما تلهوا للبابا، بوسوا قولوا له تصبح على خير. مبروك حبيباتي. تصبحوا على الف خير. يلا يلا يلا. يلا يلا يلا. على النوم على النوم يلا. يا ربي ليش هيك صار؟ ليش؟ شو هالصدف اللي عم تيجي ورا بعضها؟ هلا شو بيكون شعورها؟ أكيد زعلانة وعم تبكي. شي طبيعي. بتكون انجرحت. أوف. كيف بدي أقنعها ترد علي هلا؟ كيف؟ Bye.
هاي صار لي 10 ايام ما عم رد عليه. بلكي ان شاء الله بييأس وبيبطل يدق لي، بلكي بقدر انسى. لك ان شاء الله صحتين وهنا. يلا بدكم شيء؟ يلا عادي. طيب لا مين ما بقدر بتاخر. لك انتين على القليله. ما بقدر عندي دوام. بدك تداوم اليوم نظامي؟ لا يعني مو داوم نظامي، بدي انزل شوف الجامعه شوف الناس. خليكي بيضاء هلا بنوصلك طريقنا. ما بقدر، حابه انزل امشي بشوارع الشام لحالي. والله اشتقت لك. يلا باي. ولا يهمك، رح اشتري لك سياره. سياره؟ عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد، انا كم بيضاء في عندي. لك تقبر قلبي تقبر قلبي تقبر تقبر قلبي. بس انا برايي تشتري لي بيت مو احسن؟ بيت؟ لشو البيت؟ ما هي عايشه هون بالبيت معنا، بعدين بس متجوزه بتنتقل لبيت جوزها. ان شاء الله عمي، بس ولو كان شايف الزمن اللي وصلنا له لازم اتامن عليها ببيت. ما في امان. انا ما عندي مانع. شو رايك بابا اشتري لك بيت؟ طيب شو رايكم ناجل الحكي بهذا الموضوع للمساء؟ ماشي الحال. ماشي يلا باي. الله معك، مع السلامه يا بابا.